فيلمنا بيبدأ في قرية صغيرة اسمها نونج برادو في جنوب تايلاند، وأهالي القرية بيكونوا بيستعدوا لمراسم الاحتفال بالإله بتاعهم اللي اسمه أونج باك، الاحتفال اللي بيتعمل كل 24 سنة عشان يجيب الرخاء والازدهار للقرية. وفي الوقت ده بيكون في شخص اسمه دون، وده تاجر مخدرات عايز يشتري تميمة أثرية من واحد من أهالي القرية، لكن الراجل بيرفض وبيقول له إنه سايب التميمة دي لابنه هاملي لما يبقى راهب. فدون بيديله عنوانه ورقم تليفونه علشان لو غير رأيه وحب يبيعها. بعد كده بننتقل لتينج وهو بيتمرن على فن الموي تاي، وبعد ما بيخلص تدريباته بيجيله المعلم بتاعه بيقوله انه ما يستخدمش مهاراته ابدا، لكن تينج بيبقى مستغرب من اللي المعلم بيقوله له. فعمه بيفهمه بيقوله ان المعلم وهو صغير اتمرن على فن الموي تاي وكان عاوز يجرب مهاراته، وفي احد القتالات قتل خصمه، وعشان يكفر عن ذنبه قرر انه يسيب القتال وبقى راهب. بعد كده عم تينج بيسمع صوت دوشة في المعبد، فبيخش يشوف ايه الصوت ده، فبيلاقي دون ورجالته بيحاولوا يسرقوا راس أونج باك، ولما بيحاول يمنعهم واحد من رجال الدون بيضربه على راسه وبيغمى عليه. لما أهالي القرية بتعرف باللي حصل بيقرروا انهم لازم يلاقوا الراس ديت قبل ميعاد الاحتفال، واللي فاضل عليه اسبوع، والا مصير القرية هيكون الخراب والدمار. فبيتطوع تينج عشان يكون الشخص اللي هيرجع الراس من دون، واهالي القرية بيلموا من بعض فلوس عشان ياخدها معاه وهو مسافر وبيودعهم. وبننتقل لبانكوك واللي بنلاقي فيها هام لي صابغ شعره أصفر ومسمي نفسه جورج، وبيشتغل نصاب مع بنت صغيرة بتساعده واسمها موي، ولما بيقابله تينج وبيروح يسلم عليه بيعمل انه مش عارفه وبيحاول يتخلص منه، لكن لما بيشوف الفلوس اللي معاه بياخده وبيطلعه عنده في الشقة وبيقوله انه هيساعده، لكن الأول يخش يغسل وشه ويستريح من السفر. لكن تينج وهو في الحمام هام لي بيكون أخد الفلوس وهرب، وبيروح بيها لأحد النوادي الليلية عشان يستخدمها في المراهنة، والنادي ده بيديره تاجر آثار كبير اسمه كومتوان، وبنعرف إن دون بيشتغل عنده وإن هو اللي بعته للقرية عشان يجيب له التميمة، لكن دون بيقوله إن الراجل رفض يدهاله وجاب مكانها راس تمثال القرية. فكومتوان بيتعصب عليه وبيقوله إن الراس دي مجرد قطعة حجر وملهاش أي قيمة، وبيطرده بره مكتبه. في الوقت ده تينج بيكون وصل للنادي وبيلاقي هام لي وبيقوله إنه يرجع الفلوس اللي سرقها منه، فهاملي بيقوله انها موجودة عند شباك الرهانات، فبيروح تينج عشان يجيبها، لكن وهو ماشي بيمر على الحلبة والناس بتفتكره ان واحد من المقاتلين وبيتورط في القتال، وبيضطر انه يدافع عن نفسه وبيقدر يهزم المقاتل اللي قدامه بضربة واحدة، والكل بيبقى مذهول بما فيهم كومتوان لان المقاتل اللي هو مراهن عليه اتهزم وخسر الرهان. وبيروح تينج عشان ياخد فلوسه وبيسيبهم ويمشي. وفي اليوم اللي بعده هاملي وموي بيكونوا عمالين يقسموا فلوس ما بينهم من عملية نصب عملوها، لكن بيلاقوا واحد اسمه بينج ومعاه العصابة بتاعته جايين عليهم. وبينج هو واحد من الأشخاص اللي نصب عليهم هاملي قبل كده، وبيجي عشان ياخد فلوسه، لكن هاملي ما بيبقاش معاه فلوس كفاية فبيضربه هو وموي. وفي نفس الوقت تينج بيبقى معدي بالصدفة فبينادي عليه هاملي عشان يساعده، لكن تينج ما بيبقاش مهتم إلا لما بيلاقي العصابة بتحتدي على موي، وبيروح وبيضربهم بسهولة. وبينج بيهرب وبيقوله انه هيرجع تاني، وبالفعل بيرجع ومعاه رجالة اكتر وبيطردوا تينج وهام لي. تينج لانه سريع وعنده خفة ورشاقة عالية ما بيبقوش عارفين يمسكوه، اما هام لي فكل اللي بيعمله انه بيبقى قاعد يقلد حركات تينج وبيفشل. وبينجح تينج في النهاية انه يهرب من العصابة، وبيساعد هام لي على الهرب لما بيقوله انه عارف مكان دون وانه هيوديه ليه، وبياخد هام لي لنادي القتال مرة تانية وبيقوله انه شاف دون بيجي هنا كتير. وهما بيدوروا عليه واحد من رجالة كومتوان بيشوف تينج وبيقوله، فكومتوان بيبقى عاوزه يلعب المقاتلين بتوعه عشان يراهن ضده ويعوض الرهان اللي خسره قبل كده، لكن تينج ما بيبقاش مهتم بالموضوع، بس واحد من المقاتلين بيحاول يستفزه وبيحتدي على واحدة من اللي شغالين في النادي، لكن واحد من الزباين بيقوم يدافع عنها فالمقاتل بيفضل يضرب فيه، فالبنت بتيجي تحوش عنه فبيضربها هي كمان. تينج لما بيلاقيه بيضرب البنت بيضطر انه يدخل ويلعبه، وبيستخدم اسلوب الموي تاي وبيخلص على المقاتل بسهولة بالرغم من ضخامته وقوته، وبيخش عليه المقاتل التاني واللي بيبقى عنده مرونة وسرعة عالية جدا، لكن تينج بيقدر يلعبه بنفس اسلوب المخادع وبيقدر انه يتفوق عليه. بعد كده بيجي الدور على المقاتل ماد دوج، وده مقاتل شرس وما بيهتمش بأي قوانين او قواعد وبيستخدم اي حاجة حواليه كسلاح، وتينج بيبقى مواجه صعوبة كبيرة جدا في هزيمته، لكن بعد قتال طويل بيقدر تينج انه يهزمه وبيكسب احترام الناس اللي في النادي وبيسقفوا له وبيرموا عليه العملات المعدنية. بعد كده تينج بيشوف دون فبيجري وراه، لكن دون بيقدر يهرب منه
بس البنت اللي أنقذها تنج في النادي بتوديه للشقة بتاعته، وبتحصل مطاردة طويلة بالتكاتك ما بين دون وعصابته وتينج وهاملي. تينج بيقدر يمسك دون وهو في التوك توك، لكن التوك توك بيقع في المياه في أحد المواني وبيهرب دون، لكن تينج بيكتشف كمية كبيرة من الآثار المتهربة موجودة تحت المياه، والآثار دي بتاعت كومتوان، وبتيجي الشرطة وبتصادرها. ساعتها كومتوان بيخلي رجالته يخطفوا هاملي وموي، وبيقول لهاملي إنه يطلب من تينج إنه يلعب ماتش ضد الحارس الشخصي بتاعه واللي اسمه سامينج، وفي المقابل هيرجع له موي ورأس التمثال. بيوافق تينج على لعب الماتش، وبنكتشف ان سامينج بياخد منشطات، ولما بيدخلوا الحلبة تينج بيوجه ضربات قوية لسامينج، لكن سامينج ما بيبقاش حاسس بأي ألم من المنشطات اللي اخدها، وبيقدر يضرب تينج ويهزمه. وبعد الماتش بيجي واحد من رجالة كومتوان علشان ياخد تينج وهاملي علشان يروحوا ياخدوا التمثال، ولما بيروحوا هناك كومتوان بيرفض انه يرجع لهم التمثال، وبيقول لهم انه خسر فلوس كتير بسببه وان عمره ما هيشوفه تاني، وبيأمر رجالته بقتل التلاتة. لكن تينج بيقدر يضرب الرجالة ويخلص عليهم، وبيمسك دون قبل ما يهرب وبيعرف منه مكان التمثال، وبيروح هو وهاملي للكهف اللي قاعد فيه كومتوان ورجالته. بيقدر تينج انه يخلص على الرجالة اللي في مدخل الكهف، ولما بيدخل بيتفاجئ لما بيلاقي ان كومتوان بيبني راس كبيرة زي الراس بتاعت اونج باك، وبيحصل قتال بينه وبين رجالته، وبيقدر انه يهزمهم وما بيبقاش قدامه غير سامينج، ولما بيتقاتل معاه بيقدر تينج انه يتفوق عليه، فسامينج بيضطر انه ياخد المنشطات بتاعته وبيرجع تاني وبيضرب تينج، لكن بيقدر يستعيد قوته مرة تانية وبيضربه. ولما بيروح لكومتوان علشان ياخد الراس منه بيضربه بالنار في دراعه، لكن هاملي بيجي وينقذه، وسامينج بيرجع تاني وبيضرب هاملي، لكن تينج بيجي وبيخلص على سامينج. ساعتها كومتوان بيتعصب وبيقرر انه يكسر راس اونج باك بالشاكوش، لكن هاملي بيحميه والضربة بتيجي في ظهره وبتشله، والتمثال الكبير بيقع فوق كومتوان وبيموت. اما بالنسبة لهاملي وهو في اخر انفاسه بيدي تينج الراس وبيقوله انه يرجعها للقرية، وبيوصيه انه يخلي باله من موي، وبيرجع تينج للقرية بالراس وبيعملوا الاحتفال، وموي بتحتفل مع اهالي القرية. اما بالنسبة لتينج فبيتحول لراهب، وبيخلص الفيلم على كده. وبيبدأ الفيلم في تايلاند في القرن الخمستاشر، وتحديدا سنة 1424 ميلادية، وفي الوقت ده بيوصل واحد من كبار القادة العسكريين للمملكة واللي اسمه سيهاتشو، ومعاه مراته وابنه تين لقريته القديمة، وبيطلب من معلمه انه يخبي عنده تين لحد ما الاحوال تتحسن في المملكة، وده لانها داخلة في حروب كبيرة مع الملك راتشاسينا واللي عايز يطيح بوريث العرش ويسيطر على الحكم. وبيمشي بعدها سيهاتشو ومراته، وهناك بيتعلم تين فنون الرقص، وبيتعرف على بنت يتيمة اسمها بيم، وبيكون علاقة صداقة معاها. وبعد فترة بيجي واحد من حراس والده علشان يرجعه للبيت، لكن وهم في الطريق بيحترق طريقهم واحد من الحراس، وبنعرف ان الحارس اللي مع تين حارس خاين واخده علشان يقتله، لكن الحارس التاني بيقتله وبينجح انه يخلص عليه. وفي الوقت نفسه راتشاسينا بيحرق قرية سيهاتشو بالكامل وبيقتل كل اللي فيها، وبيخلص على مراته وواحد من المرتزقة اللي معاه بيقدر يقتله، وتين لما بيشوف ده بيصرخ فالحراس بتجري وراه، والحارس اللي معاه بياخده وبيهربه وهو بيموت في الآخر. وبعد فترة بتلاقيه مجموعة من تجار العبيد فبياخدوا معهم للسوق، وتين بيضرب القائد بتاعهم فبياخده وبيرميه في بركة موجود فيها تمساح، وتين بيحاول انه يهرب لكنهم بيمنعونه يطلع من البركة وبيضربوه. وفي الوقت ده بيكون في مجموعة من القراصنة في السوق، والقائد بتاعهم بيعجب بجرأة وشجاعة تين في قتاله مع التمساح، فبيقرر انه ينقذه، وبيضرب هو ورجالته التجار وبيخلص عليهم، وبيرمي لتين الخنجر بتاعه، وتين بينجح انه يقتل التمساح، وبياخدوه بعدها وبيعالجوه، وعرف القبيلة بيشوفه، وبيتنبئ له بانه هيكون محارب عظيم، فقائد القبيلة بيعرفه بنفسه، وبيقول له انه اسمه شيرنونج، قائد قبيلة فابيك كيرت، وانه معجب بشجاعته وجرأته في قتاله مع التمساح، وانه يديله الحرية لو كان عاوز يقعد في القرية ويتعلم الفنون القتالية بتاعتهم، او انه يروح لأي مكان هو عايزه. فتين بيخرج برا وبيتمشى في القرية، ولما بيشوف التدريبات بتاعتهم بينبهر بيها، وبيقرر انه يقعد ويتعلم، وبيبدأ التدريب على فنون قتالية مختلفة زي الموي بوران والكرابي كاربونج التايلندية والسيلات الماليزي والكلاري بيتو الهندي والنينجيتسو والكينجيتسو الياباني والكونفو الصيني. وبعد فترة من التدريب قائد القبيلة بيعلنوا انه بقى واحد من قراصنة الفابيك كيرت،
وبعد كام سنة بيكبر تن وبيدخل اختبارات تحديد قائد القبيلة من بعد القائد الحالي واللي هو شيرنونج. وأول اختبار بيكون اختبار المهارة والذكاء واللي بيقدر يتخطاه بعد ما بيسيطر فيه على قتال الأفيال. أما الاختبار التاني فبيكون اختبار المهارات القتالية واللي بيقاتل فيها أقوى مقاتلين في القبيلة. وأول واحد بيكون مقاتل الكنجيتسو وبيقدر انه يهزمه بسهولة. اما التاني فبيكون مقاتل الكونفو وده بيبقى اقوى من اللي قبله شوية لكنه في النهاية بيقدر انه يهزمه. اما المقاتل التالت فبيكون مقاتل الموي بوران وده بيبقى اقوى واحد فيهم والقتال بيكون متكافئ ما بينهم وتينج بيواجه صعوبة في هزيمته لكن في الاخر بيعمل له حركة اخضاع وبيقدر يسيطر عليه وبيكسر له دراعه وبينتقل بعد كده للاختبار الاخير وهو اختبار القدرة العقلية. فبيدخل لكهف مهجور وبيلاقي فيه واحدة شكلها غريب بتطلب منه انه يساعدها فلما بيقرب منها بتهجم عليه لكنه بيقدر يتصدى ليها وبتطلع انها ساحرة فالقائد بتاعه بيرمله خنجر لكن هي اللي بتاخده وبتحاول تقتله بيه فبياخد منها الخنجر وبيقتلها في الاخر وبكده بيبقى نجح في كل الاختبارات وقائد القبيلة بيديله شارط القيادة من بعده وبيبدأ تينج بمساعدة قراصنة القبيلة انه ينفذ انتقامه من تجار العبيد اللي استعبدوه وهو صغير وبيهاجم واحدة من القوافل بتاعتهم وبيخلص على كل اللي فيها. وبننتقل بعد كده لسوق العبيد ونفس الراجل اللي تنضربه زمان وهو صغير بيبقى خاطف مجموعة من الستات والاطفال وبيحاول يبيع واحدة منهم لكنها بتضربه في وشه فبيفضل يضرب فيها لكن حد بيرمي عليه جرة فخارية فبيقعد يدور عليه وبيطلع ان تين هو اللي عمل كده فالراجل بيضربه وبيفضل يكب عليه الخمرة فتين بيستخدم ملاكمة السكران في الكونفو ممزوجة مع اسلوب النمر والموي بوران وبيهاجم الراجل وبيقدر يضربه فرجالته بتيجي تهاجمه لكنه بيقدر يتصدى ليهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني وبيضرب القائد بتاعهم وبيوقعه في الماء السخنة لكن التاجر اللي ضرب الست بيتوسل لتين فتين بيقوله انه هيديله فرصة تانية زي اللي ادهاله زمان وبيأمر رجالته انهم يرموه في حفرة التمساح وبعدها بيحرر كل العبيد. وبعد كده تين بيروح لقائد القبيلة بتاعته وبيقوله انه وراه مهمة ولازم يعملها فالقائد بيقوله انه شاف في نفسه من وهو صغير وان النهاردة هيعلنه كقائد للقبيلة لكن قبلها لازم يخلص كل اللي وراه الاول ولما يرجع هيلاقيه هو والقبيلة مستنيينه. وبيروح تين لقريته القديمة اللي كان مستخبي فيها وهو صغير لكن بيلاقيها فاضية ومفيهاش اي حد فبيتجه لقصر راتشا سينا اللي بيكون عامل احتفال ومجمع فيه كل رجال الدولة وبتبدأ عروض الرأس وبيم البنت اللي كانت مع تين وهو صغير بتقدم اول عرض وبعدها بيتنكر تين كواحد من فرقة العروض وبيقدم عرض بيمزج فيه ما بين الرأس والفنون القتالية وبعدها بيرمي قنابل دخان في المكان وبيقتل الحراس وبيحاول انه يقتل راتشا وبيم بتتعرف عليه لما بتسمعه وهو بيقول اسم ابوه لكن الحراس بتحاول تهاجمه فبيقدر يضربهم وبعد كده بيضرب راتشا بالسيف وبيهرب لكن الخنجر بتاعه بيقع منه وواحد من الحراس بيقدر يتعرف على القبيلة اللي هو منها ولما بيرجع للقرية مرة تانية بيلاقي ان القرية فاضية بالكامل وبيلاقي هناك واحد ملثم شبه اللي قتل ابوه وبيبدأ القتال معاه وبينجح تين انه يقتله لكن بعدها بيلاقي واحد تاني واقف فوق وبيهاجمه كذا واحد فبيحاول يهرب منهم لكنهم بيبقوا في كل مكان وبيقدر انه يخلص على مجموعة كبيرة جدا منهم وبيحاول يوصل للشخص اللي واقف فوق لكن وهو في الطريق بيقابل اتنين من المقاتلين واحد بيلعب موي بوران والتاني كونفو وبيتقاتل معاهم وبينجح انه يهزم كل واحد فيهم بنفس اسلوبهم القتالي ولما بيوصل للشخص الاخير فبيضربه بالسيف وبيجرحه في بطنه وبيقع على الارض وبيحصره مجموعة كبيرة من المقاتلين فبيربط الجرح وبيمسك النونشاكو الثلاثي وبيهاجمهم بيه وبيقدر انه يضرب كذا واحد فيهم بعد كده بياخد السيف الطويل وبيقتلهم بيه واحد منهم بيهاجمه بالروب دارت فبياخده وبيضربه بيه لكنه بيكون تعب بعدها وبيلاقي مجموعة تانية جاية وبتهاجمه فبيلاقي الفيل جاي من وراه وبيساعده وبيستخدمه في قتال الجنود وبيقدر يخلص على جزء كبير منه وبيطلع بعد كده على الفيل لكن بيلاقي مقاتل غريب جاي من وراه وبيبقى شبه الغراب وبيبدأ يهاجمه وتين ما بيبقاش قادر يعمل قدامه حاجة فالمقاتل بيقدر يضربه وبيوقعه من على الفيل وبيسيطر بعد كده عليه والقوات بتيجي وبتحاصر تين وراتشا سينا بيطلع مماتش وده لانه كان لابس درع على جسمه وضربات تين ما اثرتش فيه وبيقوله انه عنده الشخص اللي قعد طول حياته بيخطط علشان ينتقم منه وبعدها بيظهر شيرنونج
واللي بنعرف انه هو الشخص اللي قتل ابوه. وشير نانج بيقول لراتشا انه سواء عاش او مات فلازم يوفي بوعده ليه ويسيب قابلته تعيش. واثناء القتال السيفين بيدخلوا في بعض، وشير نانج بيوقع تين على الارض وبيقول له وهو بيبكي انه يقتله وياخد انتقامه منه، وبيضغط على السيف فبينكسر وبيجي في رقبته وبيموت. راتشا بيأمر رجالته انهم ياخدوه ويعذبوه ويخلوه عبرة لغيره وبعدها يقتلوه، وبيخلص الفيلم على كده. وبيبدأ الفيلم من بعد نهاية احداث الجزء الثاني، وبعد ما الملك راتشا سينا قدر يمسك تيان وامر جنوده بتعذيبه لحد الموت. وبنشوف تيان والجنود وهم مأيدينه بالسلاسل وبيضربوه بالعصيان، وبيجي راتشا سينا وبيأمرهم بانهم يكسروا كل عظمة في جسمه. فتيان لما بيشوفه قدامه بيتعصب وبيضرب الحراس، وبعدها بيربط السلاسل على ايده وبيقتلهم بيها، وبيقدر يضرب جزء كبير منهم لكنهم في الاخر بيقدروا يضربوه وبيسيطروا عليه. وبعدها بياخدوه وبيفضلوا يعذبوا فيه وبيكسروا كل حتة في جسمه. وفي الوقت نفسه سكان قريته بتظهر عليهم اعراض غريبة، وبنعرف ان واحد من سحرة الملك راتشا سينا واللي اسمه سانكا، وده اللي ظهر في نهاية الجزء الثاني وقدر انه يهزم تيان. حط على اهالي القرية لعنة، وعلشان كده المعلم الاكبر سافر في رحلة مقدسة وتحول لراهب علشان يزيل اللعنة. اما بالنسبة لراتشا سينا فكل يوم بيكون عمال يحلم بكوابيس، وده لانه سمم الملك اللي قبله وانقلب عليه وخد منه الحكم. وقبل ما يموت الملك حط عليه لعنة بسبب خيانته ليه، فبيقوم من الكابوس على صوت قراصنة الفابك كيرت وهي بتحاول تحرر تيان، وبيضربوا الحراس. لكن قبل ما بيجوا يحرروه بيظهر الساحر سانكا وبيقدر انه يخلص عليهم. فراتشا سينا بيعرض عليه انه يشتغل عنده وهيديله كل اللي بيتمناه، لكنه بيرفض العرض وبيسأله عن الكوابيس اللي بتجيله، وبيقوله انه عارف مين اللي حط عليه اللعنة وانه لازم يجيله علشان هو الوحيد اللي يقدر يزيلها، وبيمشي وبيسيبه. وبعدها الملك راتشا سينا بيأمر بإعدام تيان، لكن واحد من الوزراء بتوعه واللي مش راضي عن افعاله بيبعت رسالة لملك ايوسايا، وده علشان يوقف حكم الإعدام. وبالفعل قبل ما بيجوا ينفذوا الحكم بيجي مجموعة من جنود مملكة ايوسايا ومعاهم مرسوم ملكي علشان يوقفوا حكم الإعدام، وبياخدوا تيان وبيودوه قريته علشان يعالجوه. لكن بيجي وراهم مجموعة من المرتزقة بعتهم راتشا سينا علشان يخلصوا عليهم، وبيتقاتلوا مع الحراس وبيخلصوا على جزء كبير منهم. لكن الوزير اللي بعت الرسالة بيجي وبيساعدهم وبيخلصوا على اخر واحد من المرتزقة لكنهم بيموتوا معاه. واهالي القرية بياخدوا تيان وبيودوا للراهب واللي بيبدأ علاجه، وبعد فترة بيقدر تيان يفوق من الغيبوبة. وبعدها بتروح له بام وبتحاول انها تساعده على الوقوف بالرأس معاه، لكنه ما بيبقاش قادر حتى انه يفرد صوابع ايده وبيقع على الارض. ولما بيم بتحاول تقومه فبيزقها وبيقولها انها تمشي وتسيبه، وبيقرر بعد كده انه ينتحر. فبيروح على قمة الجبل علشان يرمي نفسه، فبيجيله واحد مجنون من اهالي القرية اسمه من، بيحاول يقلده وبيقوله انه هينط معاه، لكن من لما بيشوف ان المسافة عالية بيغير رأيه وما بيرضاش ينط. فبيظهر الراهب وبيقول لتيان ان واحد مجنون زي من فاهم الحياة اكتر من واحد عاقل زيه. فتيان بيقوله ان حياته ما عادش ليها معنى وانه ما يقدرش انه يعيش بالشكل ده. فالراهب بيقوله ان اسم تيان معناه الحرفي هو النور، وانه لازم يحرر عقله من الظلام اللي فيه، وبياخده وبيوديه لمكان معزول. وبيبدأ تيان انه يتمرن على التأمل وبيعمل تمارين اطالة جديدة جدا لجسمه، وبعد فترة من التدريب بينجح انه يقدر يقف على رجليه مرة تانية. وبعدها بتجيله بام وبترقص معاه وبينجح انه يفرد صوابعه اللي ما كانتش بتتحرك، وبيقدر يتحكم في جسمه بشكل كامل. وبعدها بيروح للمعلم بتاعه بيقوله انه فهم اخيرا ليه كان بيعلمه فنون الرقص، وانها تمرين للعقل والجسم في نفس الوقت. فالراهب بيقوله ان لسه في حاجات كتير عليه انه يتعلمها، زي السيطرة على رغباته واللي هي مصدر المعاناة لكل المخلوقات واللي بتخليهم يقعوا في دوامة لا نهائية بين الحياة والموت. فبيكمل تيان تدريبه على التأمل وبيبدأ انه يمزج ما بين فنون الرقص مع المهارات القتالية. وفي الناحية التانية الملك راتشا سينا بيروح لبيت الساحر سانكا، وده لانه ما عادش قادر يتحمل الكوابيس اللي بيشوفها. فبيدخل عنده البيت وبيسيب حراسه بره، وهناك المكان بيبقى ظلمة وفي جماجم وهياكل عظمية في كل حتة، وسانكا بيرمي عليه سحر بتخليه ينهار.
فبيسأله الملك عن طلباته، فبيقوله انه عايز كل حاجة بيملكها. فلاتشا بياخد سيف وبيطعنه بيه، لكن الطعنة ما بتأثرش فيه، وبيمسك منه السيف وبيرميه بره البيت وبيطلع وراه. فالحراس بتوع راتشا بتحاول تهاجمه، لكنه بيتصدى ليهم وبيستخدم مهاراته القتالية العالية جدا، وبيقدر يخلص عليهم كلهم. وبعدها بيهجم على الملك وبيقطع له رقبته، وبيبقى هو الملك الجديد. اما تيان فبيكون بيتمرن في الغابة، فبيروح له مين، وبيبقى في مجموعة من الجنود ماشية وراه وبيحاولوا انهم يقتلوا تيان. فتيان بيستخدم اسلوبه القتالي الجديد وبيضربهم بيه، ومين بيحاول انه يقلده ويعمل زيه، فضرباته بتيجي في الجندي اللي واقف جنبه، وتيان بيقدر يخلص على كل الجنود، وبيمسك حبل وبيضربهم بيه وبيخلص على القائد بتاعهم. ولما بيروح القرية بيلاقيها محروقة وكل اللي فيها مقتولين، ومجموعة تانية من الحراس بتحاول انها تهاجمه، لكنه بينجح انه يتصدى ليهم وبيضربهم كلهم. وبعدها بيروح للمعلم بتاعه اللي بيقوله انه هو المختار علشان يزيل الجهل والظلم، وبيديله العصاية بتاعته. اما سانكا فبياخد باقي اهالي القرية كعبيد عنده، وبين بتكون واحدة منهم، والجنود بتوعه بيبقوا عمالين يعذبوا فيهم، وبيقتلوا فيل من الافيال الملكية علشان سانكا يشرب الدم بتاعه. فبيظهر بعدها تيان وبيقوله انه جاي علشان يوقفه، فسانكا بيقوله انه محدش يقدر يقف قدامه حتى الآلهة بتاعته. وبعدها السماء بتضلم وبتتملي بالغربان، وبياخد بيم وبيدبحها قدامه. فتيان بينزل والغضب مليه، والحراس بتحوطه من كل حتة، فبيهجم عليهم وبيضربهم بشكل عنيف ووحشي، والحراس ما بيبقوش قادرين عليه. وبعد قتال طويل معاهم بيقدر انه يخلص عليهم كلهم، لكن سانكا بيرمي عليه رمح وبيقتله، وبيقوله انه بيتغذى من الحقد والغضب اللي في قلبه. لكن بنعرف بعدها ان كل ده كان عبارة عن معركة وهمية في عقل تيان بيتنبئ فيها باللي هيحصل. وبعدها الشمس بتطلع والجنود بتنهار، والبرق بيضرب سانكا، ولما بيفوق قوته السحرية بتخرج من جسمه، وبيروح له تيان علشان يقتله، وبيستخدم اسلوب الرأس التايلاندي في قتاله معاه، وبيبقى مسيطر على سانكا ومتحكم في القتال بشكل كامل. لكن سانكا بيحاول يبخته وبيقدر يضربه، وبيمسك رمح وبيرميه عليه، لكن تيان بينجح انه يمسكه. فسانكا بيتفاجئ من اللي حصل وبيحاول انه يهجم عليه مرة تانية، لكن تيان بيقدر يضربه وبيوقعه من فوق السطح القصر بتاعه، فبينزل على ناب فيل من اللي موجودين تحت وبيموت. وبيحرر بعدها تيان الاهالي الباقيين وبيرجع بيهم للقرية، وبيخلص الفيلم على كده.